كيفية الانضمام إلى أحد البرامج التابعة لمدراء الأصول. قم بتسجيل الدخول إلى بوابة العميل الخاصة بك. اضغط على تبويب حسابي. قم باختيار الحساب المدار. اضغط على الانضمام إلى البرنامج. اختر اسم البرنامج المراد. يمكنك هنا الاطلاع على جميع خصائص البرنامج. قم بقراءة جميع النقاط المذكورة أدناه، ثم اضغط على لقد قرأت وأوافق على التوكيل. قم بكتابة اسمك كما هو مذكور على بوابة العميل الخاصة بك. اضغط على تأكيد التوقيع، ثم أدخل كلمة المرور الخاصة ببوابة العميل. انقر على الانضمام، وبذلك تكون قد انضممت إلى البرنامج الخاص، ويتم تفعيل البرنامج بعد منتصف الليل. في حال أردت إلغاء الانضمام، اضغط على إلغاء. ابدأ اليوم وانضم إلينا من خلال الرابط في صندوق الوصف.